السلام عليكم لاباس كي دايرين بخير مزيان لاباس عليكم المهم اليوم جبت لكم واحد الساندويتش زوين بزاف 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 سميتو بوغيتوس زوين المهم هذا بوغيتوس هو ساندويتش اسيوي يعني ولكن كيجي زوين بزاف بزاف يمكن لكم هو اصلا كيديروه الناس بالدجاج هما كيستخدموا الدجاج به بزاف مي انا بغيت ندير الكفته حيت كاينه الكفته غندير به الكفته وانتم اصلا الا كان عندكم الكفته ولا الدجاج ديروه مي انا بحثت عليه الدجاج مي كتجي ديريه وداكشي كديري فيه بزاف ديال العطريه بزاف ديال الحوايج مي انا اختاريت هادشي كيديروا فيه المايز والاساس عندهم هو الفلفله البصله الفلفله والثومه والفرماج والدجاج الا كنتو غديروا دجاج انا غندير الكفته بالنسبه بزاف ديال كيديروا بزاف ديال المكونات العطريه انا اختاريت غندير هاد لاصوص ديال لارجيري عرفتو زوين كيجي زوين بزاف وفرماج حمر كذلك اساسي في هاد الساندويتش هاد بوغيتوس وانا اختاريت بانني غادي نزيد لي زيبينار معاه كيجي واعرين بزاف المهم دابا بلا ما نطول لكم غنبداو نطيبو نسيت ما وريتش لكم الخبز اللي غندير خبز ديال فاخيطاس هذا ديال فاخيطاس تقدروا ديروه هادي زوين كيجي زوين بزاف ديال التاكوس ديال التاكوس ولا ديال فاخيطاس المهم هذا الخبز تيتصايب وفي متناول الجميع كلشي يقدر يشريه يعني ما غاليش بزاف وزوين ودابا نبداو الطياب ديالنا ودابا غادي نشعل البوطه غنبدا بالكفته هي الاولى المهم هادي زيت البلديه زيت العود غادي نطيب الكفته هي الاولى كما كتشوفوا وغنبدا نطيبها ودابا غادي ندير لها هكا من الاحسن ما تكونش مفرته بزاف بزاف هكا هكا ديروا لها هكا الكفته ديجا فيها العطريه داكشي علاش انا ما نستخدمش العطريه ديالهم مي ان شاء الله مره اخرى غادي نوريكم ديال الدجاج ونوريكم شنو كيستخدموا فيه مي هما كيقدروا انهم يبدعوا في هذا الساندويتش ديالهم يعني في بزاف الحوايج كيقدروا يديروا بزاف ديال الحاجات ماشي غير هذا الشيء اللي وريتكم وانا اختاريت من بينهم هذا سهل بغيت نوريه لكم كيجي سهل بزاف وخفيف على ما تشد راسها الكفته وتطيب غادي نلوح مع لي زيبينا باش يعطيو هذاك النكهه زوينه غنخليوها تشحر واحد شويه ونرجع لكم ودابا من بعد ما تشحرات الكفته غادي نضيف عليها لي زيبينا لي زيبينا كيجي زوين بزاف خاصني غندير معكم واحد الوصفات ديال لي زيبينا ان شاء الله المهم هي دغيا كطيب وداكشي علاش درت بغيت ندير هي الاخرى لي زيبينا مزيانه بزاف فيها الفيتامين بزاف اكثريه الحديد يعني اللي عنده نقص في الحديد ياكلها انا ما غنديرش بزاف منها مي المهم هي كتعطي واحد البنه زوينه وصافي دابا قرب هذا يطيب لينا غنزيد واحد شويه ديال الثومه ماشي بزاف شويه نحيت النص الاخر غادي نديرو في مع مطيش مع مطيشه مع الفلفله بحال هكا نخليه واحد شويه تشحر لي زيبينا تهبط مزيان ونرجع لكم ودابا من بعد ما هبطات لي زيبينا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الجبلي الا عندكم دانون مسوس تقدروا ديروا فيه انا كنخدم في حقيقه بزاف بدانون مسوس وهادشي دابا غندير فيها جبلي باش تعطينا داك لاصوص حيت هما داك لاصوصات اللي كيستخدموا ما كاينينش بزاف هنايا في المغرب داكشي علاش انا غادي نحاول ندير لاصوص وبحثت وشفت المهم خاص لاصوص تكون ثقيله شويه في مع الكفته
هذاك الشيء علاش اضطريت انني نزيد هاد شويه ديال الجبليل، وغيبن لينا الكفته لانه كيواتي الكفته. وغنضيف ايضا الفرماج، فرماج ديال الساندويتش هذا كاري، عرفتوه اكيد راه كيتباع في المحل التجاري، غادي نضيفو حتى هو باش يعطينا بنه اكثر واكثر على هذه الطريقه. ودابا غادي ندير شويه من هاد لاصوص، مي ردوا بالكم هاد لاصوص حاره، ديروا غير شويه ما ديروش بزاف، اللي عنده الدراري يدير شويه باش دير له المذاق. شتي كيفاش رجعت هكا صافي، دابا طابت كتجي على هاد الشكل هانتوما. وهانتوما كيما شفتو طابت لينا هاد الكفته، ودابا غادي ندير الفلفل الطيب. اولا غندير شويه زيت العود هانتوما، غنزيد البصله هي الاولى البصله هانتوما بحال هكا، وغنزيد عليها الثومه كذلك. غادي نحركها واحد شويه بعد ما طابت لينا الكفته وداك الشيء، غادي نديرو دابا البصله، غنخليها تشحر واحد شويه تهبط، وعاد ندير ليها العطريات ديالها نتوما. ودابا غادي نضيفو ليها الفلفله حتى هي، الفلفله غادي نضيفو معاها الملحه، غير شويه د الملحه ماشي بزاف، وشويه د الابزار، وشويه ديال الابزار كما قلت قد هكا، ونخلطوها ونخليوها حتى هي تقلى واحد شويه ماشي بزاف غير شويه. ارجع لكم بعد ما تقلى. غادي نضيفو ليها ايضا لا سيبولي، وغنطفيو عليها صافي، ما غاديش نزيدو شي حاجه، صافي طابت غنطفيو عليها دابا. وغادي ندوزو للمرحله الثانيه، غادي نعمرو بوغيتوس بقاو معايا. ودابا هذاك الكفته اللي طيبتها غنزيدها على داك الشيء وغنخلطها بحال هكا. المايز والفرماج هو اللي غندير من فوق هكا، راه فيها لاصوص هي كتبان ناشفه، راه فيها الفرماج وداكشي صافي. دابا غادي ندوزو نعمرو البوغيتوس ديالنا. المهم الغزاله ديالي هانتوما كما كتشوفوا، انا درت دابا الالومنيوم هنايا باش غادي ندير هاد الفطائر ديالي ديال اللي نصاوب بهم ساندويتش هانتوما. الا ما عندكمش هادو ما لقيتوش هادو، يمكن لكم تستعملوا هادوك ديال الشاورما، حتى هما كيجيو رائعين زوينين ماشي مشكل، غير الطويه خاصها تكون نفس الطويه باش كتعطي داك الفورمال لهاد الساندويتش، كيجي بنين ورائع تيقوني. المهم دابا درت واحد المعلقه كبيره عامره مزيان مزيان، وغادي ندير فوق منها كذلك الفخوماج، كثروا الفخوماج الا بغيتو نتوما، انا درت هذا القياس، نتوما اللي عجبكم تزيدوا القياس اللي بغيتو صافي. ومن بعد ضفت ليه كذلك المايز باش كيعطي واحد النكهه لذيذه زوينه، واحد النكهه رائعه. بالنسبه للطويه طويه بعدا هكا كيما وريتكم هكا، ومن بعد طوي الجناب، وعاد حاولوا تجمعوا ديك العماره في بيديكم مزيان القدام، وعاد دوروا باش كتجي مجموعه مزيان مزيان مزيان. واصلا غادي نديرهم دابا في الالومنيوم باش غادي نسد عليهم، داك الالومنيوم كيحافظ ليهم على السخونيه وعلى حتى الطويه،
باش ما كيتسيحش وفي نفس الوقت ما كيتحلش هذيك، كتبقى محافظه على السخونيه شحال بغيتو. صافي غادي نديروها في الطوست، غادي نسدو عليها واحد شويه حتى تحسوا بانهم سخنوا وتحمروا مزيان وعاد جبدوهم. المهم انا درت هذا الاول، بعد عليه واحد ثلاثة اخرين. المهم كلكم كاع تخليهم في الثلاجة، اللي بغى عمريلو عاد ديري سخون ديريكت باش ياكلو سخون. كنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو وديروا هذا الساندويتش، كيجي رائع رائع جدا. وكنشكركم بزاف 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 وعلى تعاليقكم الزوينه، شكرا لكم كاملين. ودابا غادي نحلو الساندويتش ونشوفو كي جا. اكيد جا رائع جدا، والبنه راه غتبان لكم. المهم انا فاش دقتو رائع جدا والله العظيم ما كذبت عليكم. شوفوا كيفاش كيبان المايز والفلفله معزولين. ايوا المهم باي باي عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالي، وما تنساوش ديروا لي ابوني وتعليق. شكرا لكم، باي باي.